أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، لقائنا مع الديناميكا ومع القدرة. درس القدرة من الدروس المرتبطة ارتباط كبير جدا بالدروس السابقة، فعايزين نركز مع بعض فيها ونحاول نستوعبها، لأن المسألة هتبقى مرتبطة بكل الدروس السابقة. القدرة كمفهوم هي المعدل الزمني لبذل الشغل. المعدل الزمني لبذل الشغل يعني أنا هشتق الشغل بالنسبة للزمن. فبيقول لي د على د ن لش، كلمة د على د ن يعني ده اشتقاق زمني بالنسبة لي بالنسبة للشغل. فلما أقول لك أنا عايز القدرة بتجيب لي معدل تغير الشغل. طب إحنا عارفين قانون الشغل هو بيساوي ق في ف، القاف في الغالب هتبقى ثابتة، فهنشتق الإزاحة يبقى ق في عين. يبقى القدرة بالنسبة لي هي الضرب القياسي لحاصل ضرب ق في عين. لو أنا بشتغل بالمعيار مش محتاج المتجهات، فأجيب معيار القوة في معيار السرعة. إذا كانت القوة ثابتة وعين في اتجاه القوة ق، فإن القدرة تساوي ق في عين. طبعا أنا بالنسبة لي أهم حاجة تكون القوة ثابتة، عشان لما أجيب المعدل الزمني يبقى أنا بشتق الإزاحة فتطلع السرعة. من هذه العلاقة نلاحظ أن إذا كانت عين ثابتة منتظمة فإن القدرة ثابتة. إذا كانت السرعة متغيرة فإن القدرة تتغير، ونعبر بالقدرة اللحظية. عند أقصى سرعة تسمى بقدرة الآلة، بمفهومنا إحنا بنسميها القدرة التصنيعية. يعني المصنع وهو بيجهز الآلة بيديها أقصى قدرة ليها، ودي بتتحسب عند أقصى سرعة. ملاحظات هامة. نبدأ الأول مع القدرة المتوسطة. مفهوم القدرة المتوسطة بالنسبة لي لازم يكون خلال فترة زمنية، وليكن الفترة من نون واحد إلى نون اتنين، وده بيساوي الشغل المبذول على التغير في الزمن. يبقى القدرة المتوسطة لازم يكون عندي الشغل موجود وكمان الزمن موجود. أقسم طبعا الشغل على الزمن. إذا كان معدل بذل الشغل ثابت فإن القدرة تساوي الشغل على الزمن، يبقى ق في ف على نون. العلاقة بين الشغل والقدرة، إذا كانت القدرة ثابتة فإن الشغل يساوي القدرة في الزمن. إذا كانت القدرة متغيرة يبقى هنعمل تكامل من نون واحد لنون اتنين للقدرة د نون. يبقى في العلاقة بين القدرة والشغل هنقول لو كانت القدرة مقدار ثابت يعني ماشي بسرعة ثابتة، يبقى الشغل بيساوي القدرة في الزمن. لو كانت القدرة متغيرة يبقى تكامل من نون واحد لنون اتنين القدرة د نون. وحدات قياس القدرة. طبعا وحدة قياس القدرة هي وحدة شغل على وحدة زمن. الشغل نفسنا بيمثل وحدة قوة في وحدة قياس السرعة. يبقى ممكن نقول إن القدرة بتتقاس حاصل ضرب القوة في وحدة قياس السرعة، يعني نيوتن متر على الثانية. القياس الوحدات اللي بنستخدمها الحصان، وده بيمثل 75 ثقل كيلو جرام لكل متر في الثانية. ومش عايزك تنسى الوحدة دي لأنها مهمة جدا، وغالبية المسائل هنشتغل بيها. الحصان بيمثل 75 ثقل كيلو جرام متر في الثانية، أو بيمثل 735 نيوتن متر في الثانية. لأن عشان أحول من ثقل كيلو جرام لنيوتن بضرب في 9.8، يبقى 735 متر في الثانية. عايزك كمان تفتكر إن متر في الثانية دي وحدة الجول، يبقى بيمثل 735 جول لكل ثانية. هنسمي مع بعض جول لكل ثانية باسم الوات. يبقى كل واحد حصان بيمثل 735 وات، أو بيمثل 735 من 1000 كيلو وات. يعني لو قسمت ده على 1000 فتحولت الوحدة من الوات إلى الكيلو وات. الوحدات المطلقة. الوحدات المطلقة لقياس القدرة هي الإرج لكل ثانية أو الجول لكل ثانية. الوحدات التصاقلية، وهي ثقل جرام سنتيمتر في الثانية أو ثقل كيلو جرام متر في الثانية. الوحدات العلمية أو الوحدات العملية، الاتنين صح، هي وحدة الحصان ودي بتمثل 75 زي ما قلنا ثقل كيلو جرام متر لكل ثانية. الوات هو بيمثل الجول على ثانية، وده بيمثل 10^7 إرج لكل ثانية.
الكيلو واط هو 1000 واط، يعني بيمثل 10 أس 10 إيرج لكل ثانية. الواط هو قدرة آلة تبذل شغل قدره 1 نيوتن لكل متر في الثانية. الحصان هي قدرة آلة تبذل شغل قدره 75 سكل كيلو جرام لكل متر في الثانية. نبدأ مع أول مثال، بيقول لي شخص كتلته 60 كيلو جرام يصعد سلم برج ارتفاعه 105 متر في زمن قدره 10 ثواني، احسب القدرة المتوسطة له بوحدة الوات. طبعا مصطلح الوحدة للقدرة المتوسطة هو الشغل مقسوم على التغير في الزمن. طب أنا عايز أجيب الشغل يبقى لازم أجيب القوة. القوة بتساوي كاف في دال، لأن القوة هنا بتمثل قوة وزن الرجل. الكتلة هي 60 مضروبة في 9.8، نقدر نحسبها مع بعض تطلع 588 نيوتن. طب أنا جبت القوة، طب الشغل كان بيجي إزاي؟ الشغل كان بيساوي قاف في ف. القوة احنا اتفقنا خلاص 588، ف بتمثل 105 متر، هنضربهم مع بعض بالآلة عشان نحصل على الشغل المبذول، هيطلع 105840 وات. أنا بالنسبة لي كوحدة بستخدمها، فلأني شغال بالجول لسه، فأنا هقول له أنا شغال في وحدة الشغل وأنا شغال بوحدة الجول. بعد ما طلعت الشغل سهل عليا بعد كده أجيب القدرة المتوسطة. القدرة المتوسطة ودي كانت بتساوي الشغل على الزمن. الزمن هو 10 دقايق، هنحولهم لثواني فنضرب في 60. الشغل احنا طلعناه 105840 على 10 في 60، نقدر نحسب المقدار هيطلع بيساوي 294. ايوه، وحدة القدرة هي الوات، يبقى 294 وات. مثال، عامل وظيفته تحميل الصناديق على شاحنة كتلة الصندوق الواحد 30 كيلو جرام، فإذا كان ارتفاع الشاحنة هو 9.1 متر، احسب عدد الصناديق التي يستطيع العامل تحميلها في زمن قدره دقيقة إذا كانت قدرته المتوسطة هي 6.1 حصان. نبدأ مع بعض نفتكر القدرة المتوسطة بتساوي إيه؟ دي كانت بتساوي بالنسبة لي الشغل المبذول. طب الشغل هيساوي إيه؟ الشغل هيساوي الوزن مضروب في المسافة. أنا بالنسبة لي عندي مشكلة صغيرة إني مش عارف عدد الصناديق، هنفترض إن عدد الصناديق هو نون، يبقى كتلة الصناديق كلها هي 30 نون مضروبة في 9.1، كده أنا شغال بوحدة السكل كيلو جرام على التغير في الزمن اللي هو 60، لأن أنا اشتغلت خلال فترة زمنية قدرها 1 دقيقة. القدرة المتوسطة بتساوي 6.1 حصان، يبقى 6.1 مضروبة في 75 تساوي 30 نون مضروبة في 9.1 على 60. 30 و60 يبقى فيها الاتنين، يبقى هنقول له 6.1 في 75 في 2 مقسومة على 9.1، كل ده بيمثل نون اللي هو عدد الصناديق. يلا نحسبها مع بعض، هنشيل العلامة مع العلامة، هنا على التلاتة فيها الاتنين، هنا على التلاتة فيها التلاتة، يطلع عدد الصناديق 100 صندوق. مثال، قطار كتلته 150 طن يتحرك على طريق مستقيم بأقصى سرعة له ومقدارها 54 كيلومتر في الساعة، فإذا كانت مقدار مقاومة الطريق له تساوي 1/100 من وزنه، احسب قدرة محرك القطار بالحصان. في كلمات ليها علامات عندنا في المسألة، وهي فكرة إن القطار بيتحرك بأقصى سرعة له. معنى إن القطار بيتحرك بأقصى سرعة له ده معناه إنه بيخضع لقانون نيوتن الأول. قانون نيوتن الأول بيقول إن القوة تساوي المقاومة. طب أنا بالنسبة لي المقاومة بتمثل إيه؟ قال لي 1/100 من الوزن، يبقى القوة بتمثل 1/100 في الوزن. الوزن 150
طن يبقى 150 في 1000، هيطلع المقدار بالنسبة لي هو 1500 سكل كيلو جرام. كده احنا حصلنا على قوة المحرك. طب القدرة بتيجي ازاي؟ القدرة بتيجي عن طريق حاصل ضرب قاف في عين. انا جبت قاف خلاص ب 1500 مضروبة في السرعة، السرعة بتمثل 54 في 5 على 18. سامعك؟ ايوه، ما ينفعش نشتغل بالكيلو متر على الساعة، فهنضرب في 5 على 18 عشان نحولها لمتر على الثانية. بس هو طالب القدرة بالحصان وانا شغال بالسكل كيلو جرام، يبقى هنقسم على 75 عشان نحولها من سكل كيلو جرام الى حصان، تطلع بتساوي 150 حصان. كده احنا حصلنا على قدرة القطار بمعلومية الكتلة والسرعة ومعلومية المقاومة انها بتمثل 1 من 100 من الوزن. مثال بيقول لي بدأت سيارة كتلتها 20 طن، قوة آلتها 5 من 10 وزن طن في التحرك على أرض أفقية من السكون، وكان مقدار المقاومة لحركتها 20 سكل كيلو جرام لكل طن من كتلتها. أوجد سرعة السيارة بعد 250 ثانية من بدء الحركة، ثم احسب بالحصان قدرة الآلة عند هذه اللحظة. بيقول لي في المسألة بدأت سيارة كتلتها 20 طن وقوة آلتها بتساوي 0.5 وزن طن في التحرك على أرض أفقية من سكون، وكان مقدار المقاومة يساوي 20 سكل كيلو جرام. طبعا من خلال المعلومات المتاحة بالنسبة لي هقدر أقول له إن القوة بتساوي 0.5 وزن طن، يعني 0.5 مضروب في 1000 هيساوي 500 سكل كيلو جرام. وزن السيارة أو وزن السيارة بالنسبة لي هي 20 طن، فالكتلة موجودة بدأت من سكون وكان مقدار المقاومة 20 سكل كيلو جرام لكل طن، يبقى المقاومة بتساوي 20 في 20 هيساوي 400 سكل كيلو جرام. من خلال بدأت السيارة السكون من سكون وكان مقدار المقاومة 20 سكل كيلو جرام، عايز يوجد السرعة بعد 250 ثانية. نبدأ مع بعض ونشوف. أنا المتاح بالنسبة لي إن قاف ناقص ميم يساوي كاف في جيم. قاف عندنا بتمثل 500، هنضربها في 9.8 ناقص 400 هنضربها في 9.8 يساوي الكتلة 20 قدامها 3 أصفار عشان نحولها من طن إلى كيلو جرام مضروب في العجلة. طبعا هنطرح 500 في 9.8 و400 في 9.8 يدينا 9.8 في 100 يبقى 980 يساوي 20,000 جيم. هنقسم على 20,000 يبقى جيم هتساوي 980 على 20,000. هنطير صفر مع صفر، على الاتنين فيها 49، على الاتنين فيها 1000 يبقى 49 من 1000 متر على الثانية تربيع. طب أنا عشان أجيب السرعة هقول له أنا متاح بالنسبة لي عين تساوي عين صفر زائد جيم في نون. خلاص يا مستر، عين صفر بصفر لأنه بدأ من سكون. العجلة احنا طلعناها 49 من 1000 مضروب في الزمن وهو قدره 250 ثانية. طبعا أنا بالنسبة لي عشان أحسب قيمة المقدار هتطلع من هنا قيمة السرعة بتساوي كام؟ 49 على 4 متر على الثانية. كده احنا حصلنا على السرعة في نهاية المرحلة، ثم عايزين نحسب القدرة. القدرة بتساوي ايه؟ ايوه، القدرة تساوي القوة واحنا مطلعينها خلاص كانت 500 سكل كيلو جرام في السرعة 49 على 4. كل الكلام ده مقسوم على 75 عشان احولها من السكل كيلو جرام الى الحصان. هنقسم هنا على 5 فيها 100، هنقسم على 5 فيها 15، هنقسم هنا على 5 فيها 3، هنقسم على 5 فيها 20 يبقى 196 على 3 حصان. كده احنا حصلنا على القدرة وحصلنا على السرعة باستخدام البيانات المتاحة بالنسبة لي
استخدمنا قانون نيوتن الثاني عشان نجيب منه العجلة، وباستخدام السرعة الابتدائية والسرعة النهائية والزمن حصلنا على السرعة بعد 250 ثانية، ضربناها في القوة وقسمناها على 75، طلعت القدرة بتساوي كام؟ مثال: تتحرك سيارة كتلتها 2 طن، قدرة محركها 120 حصان على طريق أفقي بأقصى سرعة لها ومقدارها 90 كيلو متر في الساعة. أوجد مقدار مقاومة الطريق لحركة السيارة، وإذا حملت السيارة بشحنة كتلتها 700 كيلو جرام وتحركت صاعدة طريق منحدرا يميل على الأفقي بزاوية جبهة 1/90، فما هي أقصى سرعة على هذا الطريق إذا علم أن مقدار المقاومة على الطريق المنحدر ضعف مقدار المقاومة على الطريق الأفقي؟ المسألة بالنسبة لي بتمثل مرحلتين. المرحلة الأولى هو الحركة على طريق أفقي، ولما أقول إن الجسم بيتحرك بأقصى سرعة يبقى ده قانون نيوتن الأول، يبقى القوة بتساوي المقاومة. طب هو مدينا القدرة بتساوي 120 حصان، القدرة 120 هنضربها في 75 عشان نحولها للسكن كيلو جرام، تساوي القوة مضروبة في السرعة هي 90 في 5/18. أقدر أطلع من هنا قيمة قاف بتساوي كام؟ على 18 فيها 1/18 فيها 5، 5 في 5 ب 25، يبقى القوة هتساوي 360 سكن كيلو جرام. مش عايزك تنسى إنه كمان بيتحرك بأقصى سرعة له، يبقى قوة المقاومة هي قوة محرك السيارة، يبقى إحنا فهمنا إن ميم هي كمان بتساوي 360 سكن كيلو جرام. ده بالنسبة للطلب الأول وهو الحصول على مقاومة الطريق. تعالوا بقى نبدأ نتحرك على الطريق المنحدر. عشان نتعامل مع الطريق المنحدر، السيارة كانت طالعة، فكان في قوة بتشد الأعلى وفي قوتين لأسفل، ميم زائد واو في جاه. خد بالك إنه بيتحرك على الطريق المنحدر بأقصى سرعة له أيضا، أقصى سرعة له يبقى قانون نيوتن الأول. قانون نيوتن الأول يبقى القوة في الحالة الجديدة نسميها كاف شرطة بتساوي المقاومة ميم شرطة زائد واو في جاه. المقاومة كانت ضعف المقاومة الأولى، المقاومة الأولى كانت 360، يبقى 2 في 360 ب 720 زائد الوزن عندنا بيساوي كام؟ ما تنساش إن هو كان وزنها 2 طن وهو زودها بحمولة 700 كيلو. الوزن أصبح بعد إضافة 2000 كيلو إلى 700 كيلو 2700 كيلو في جهة الزاوية، زاوية ميل المنحدر كانت 1/90 يساوي، هنحسب دي مع بعض ونطلع القيمة بتساوي كام. طلعت مقدار القوة الجديدة 750 سكن كيلو جرام. طب أنا عندي القوة وأقدر أطلع منها القدرة، القدرة كانت بتساوي 120 في 75 تساوي 750 مضروبة في عين شرطة، السرعة اللي بيصعد بيها المنحدر، هيطلع السرعة عين شرطة بتساوي 12 كيلو متر في الساعة. كده احنا حصلنا على السرعة اللي هتتحرك بيها السيارة على المنحدر وهي تساوي 12 كيلو متر على الساعة. لو محتاجها بالمتر على الثانية يبقى اضرب فيه 18 على 5، لكن ما طلبهاش بوحدة معينة فخلاص هنسيبها بوحدة الكيلو متر على الساعة. تعالوا نشوف مع بعض المثال: تتحرك سيارة كتلتها 3 طن لتصعد طريق منحدر يميل على الأفقي بزاوية جبهة 1/12، فكانت أقصى سرعة لها 22.5 كيلو متر في الساعة، فإذا عادت السيارة إدراجها أسفل المنحدر بلغت أقصى سرعة لها 90 كيلو متر في الساعة، فعين مقدار مقاومة الطريق للحركة بفرض أنها ثابتة، وعين أيضا قدرة محرك السيارة. مع بعض كده هنتعامل مع المسألة مرحلة مرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة الصعود، دي مرحلة الصعود بالنسبة لي، ولأنه كان بيتحرك بأقصى سرعة يبقى نقدر نكتب أول معادلة إن قاف واحد هتساوي ميم زائد واو في جاه. دي معادلة اللي معلوم فيها بالنسبة لي هي واو في جاه. قاف واحد بالنسبة لي بتمثل المقاومة زائد الوزن، ده بيمثل 3 طن يعني 3000 مضروب في جا زاوية 1/12، يبقى عندنا قاف واحد في الحالة الأولى تساوي ميم زائد
250 سكر كيلو جرام. كده احنا حصلنا على المرحلة الأولى وهو أثناء الصعود. طب تعالوا نشوف لو كان الجسم هابط. في حالة الهبوط هتبقى قاف اتنين زائد واو جاه تساوي ميم. أنا بالنسبة لي هقدر أقول من هنا إزاي نحصل على قاف اتنين كعلاقة ونعوض بيها، هتطلع إن قاف اتنين تساوي ميم ناقص 250. كده أنا عندي علاقتين، علاقة بين القوة الأولى والمقاومة، علاقة بين القوة التانية والمقاومة. طب أنا من هنا أقدر أطلع القدرة في كل حالة من الاتنين، لأن القدرة ثابتة مش هتتغير. القدرة في الحالة الأولى كانت بتمثل القوة مضروبة في سرعة، والقدرة في الحالة التانية بتمثل القوة في السرعة. يلا مع بعض ننفذ الكلام ده. القدرة هتساوي في الحالة الأولى القوة كانت ميم زائد 250، دي القوة، هنضربها في السرعة 22.5، دي السرعة بالنسبة لي، في 5 على 18 عشان نحولها من كيلو متر على الساعة إلى متر على الثانية. لو قسمنا على 75 يبقى كده حولناها للحصان. القدرة في الحالة التانية خد بالك القوة اتغيرت، بقت ميم ناقص 250 مضروبة في السرعة في الحالة التانية 90، في 5 على 18 برضو على 75. أقدر أطير ال 18 وال 18 وال 75 وال 75 وال 5 وال 5، وهختصر الطرف ده على 22.5 وده على 22.5 فيها الأربعة، يبقى ميم زائد 250 تساوي 4 ميم ناقص 1000. في الحالة دي نقدر نجيب ميم هتساوي 1250 مقسومة على 3. طب أنا ما كنتش طالب المقاومة بس، أنا كنت عايز منك القدرة كمان. القدرة بتساوي القوة مضروبة في السرعة. طب ما أنا عرفت الميم بتساوي كام؟ الميم طلعت بتساوي 1250، يعني نعوض بيها في الحالة الأولى بس هنضربها في السرعة بتاعتها اللي هي 22، يا إما نعوض في الحالة التانية وهنضربها في السرعة بتاعتها اللي هي 90. فتعالوا نجيب القدرة، هناخد الحالة الأولى بتاعت الجمع، هنشيل ميم ونحط 1250 على 3 زائد 250، كده احنا جبنا القوة مضروبة في السرعة بالنسبة لي كانت 22.5 مضروبة في 5 على 18 في 75، ده بالنسبة لي بيمثل القدرة. كان ممكن أعوض بدل الحالة الأولى أعوض في الحالة التانية وكنا هنحصل على نفس القيمة. بيقول لي تتحرك قاطرة أفقيا تحت تأثير مقاومة تتناسب مع مربع سرعتها، وكانت هذه المقاومة تمثل 450 سكل كيلو جرام عندما كانت سرعة القاطرة 30 كيلو متر في الساعة. احسب أقصى سرعة للقاطرة إذا كانت قدرة محركها تساوي 400 حصان. نبدأ مع بعض الأول. بيقول لي من هنا أن المقاومة بتتناسب مع مربع السرعة، يعني ميم واحد على ميم اتنين تساوي عين واحد تربيع على عين اتنين تربيع. دي العلاقة بالنسبة لي زي ما انت شايف وانا شايف، فيها اربع مجاهيل لازم تطلع لي منهم تلاتة موجودين وانا اجيب لك المجهول الرابع. هو قال لي ان المقاومة بربعمية وخمسين، يبقى المقاومة الاولى بتساوي 450، ده لما كانت السرعة الاولى بتساوي 30 كيلو متر في الساعة. كده أنا عندي معلومتين، فاضل لي معلومة كمان عشان أقدر أطبق في العلاقة اللي قدامي. بيقول لي احسب أقصى سرعة عندما تكون القدرة 400. هنبدأ من هنا إنه مدينا القدرة بتساوي 400 حصان، وفي الحالة دي هو بيتحرك بأقصى سرعة للقاطرة، يبقى نقدر نقول له إن قاف في عين تساوي 400 حصان، يعني 400 في 75. الجسم بيتحرك بأقصى سرعة له، وبدام الجسم بيتحرك بأقصى سرعة له يبقى القوة بتساوي المقاومة. نشوف من هنا هو مدينا متاح ايه عشان نعوض بيه. هنقول له من هنا ان قاف مضروبة في عين تساوي، هنضرب دول في بعض صفرين هينزلوا، 4 في 75 بيساوي 300، يبقى قيمة حاصل ضرب قاف في عين بتساوي 30 ألف. طب انا هنا عندي مجهولين والعلاقة الاولى فيها مجهولين،
يلا مع بعض نحلهم مع بعض. نعوض في الأولى هنا المقاومة الأولى 450، المقاومة الثانية مش عارفينها تساوي، السرعة الأولى هي 30 تربيع، السرعة الثانية احنا مش عارفينها، بس خليك فاكر إنه بيتحرك بأقصى سرعة يبقى القوة بتساوي المقاومة، يبقى نقدر نشيل قاف ونحط مكانها ميم، أو نشيل ميم ونحط مكانها قاف. يلا نعمل طرفين في وسطين، يبقى من هنا نقدر نقول لنفسنا إن قاف هتساوي 450 مضروبة في عين 2 تربيع، الكلام ده مقسوم على 30 تربيع اللي هو 900، يبقى قاف هتمثل نص عين تربيع. كده احنا حصلنا على مقدار القوة بتساوي نص في عين تربيع، وقاف في عين بتساوي 30,000 بعد تحويلها للقدرة. أنا بالنسبة لي السرعة هنا محسوبة بمقدار المتر على الثانية، أما السرعة هنا محسوبة بمقدار الكيلو متر على الساعة، ففي الحالة دي لازم نوحد السرعات عشان لما نيجي نعوض. فتعالوا مع بعض نعوض مع بعض واحدة واحدة، هنشيل دي ونحط مكانها نص مضروبة في عين تربيع مضروبة في عين في 5 على 18، الإجابة تساوي 30,000. هيطلع عين تكعيب تساوي 216,000. نقدر ناخد الجذر التكعيبي للمقدار، هتطلع عين بتساوي 60 كيلومتر في الساعة. كده احنا حصلنا على السرعة اللي اقدر احصل بيها على المقدار في ابسط صورة. بكده يبقى المثال انتهى، وعرفنا ازاي نجيب السرعة باستخدام معادلتين، المعادلة الاولى التناسب بين المقاومة والسرعة، والعلاقة الثانية باستخدام القدرة. مثال: أثرت قوة قاف بتساوي 4 في اتجاه السين زائد 3 في اتجاه الصاد على جسم تعطى إزاحته كدالة في الزمن بالمتجه فيه تساوي 4 نون تربيع ناقص نون في اتجاه سين زائد 3 نون تربيع في اتجاه الصاد، حيث نون مقيسة بالثانية ومعيار فيه المتر ومعيار قاف النيوتن، احسب كل من الشغل المبذول بالقوة قاف في الفترة من أول نون بتساوي 2 إلى نون بتساوي 5، قدرة القوة لما نون بتساوي 3. نبدأ مع بعض نجيب الشغل بيساوي إيه، لأن أنا عايز الشغل المبذول. طبعا احنا عارفين إن الشغل كان بيمثل حاصل ضرب القوة اللي هي 4 و 3 في الإزاحة 4 نون تربيع ناقص نون و 3 نون تربيع، الضرب القياسي الأول في الأول والتاني في التاني، يبقى 16 نون تربيع ناقص 4 نون زائد 9 نون تربيع، يعني 25 نون تربيع ناقص 4 نون. ده بالنسبة للشغل. هو قال لي احسب الشغل من أول نون بتساوي 2 لغاية نون بتساوي 5، فهنعوض بخمسة في الشغل قدامنا، هيطلع المقدار 605 ناقص، هنعوض باتنين برضو في نفس المعادلة، هيطلع 92، يلا نطرحهم من بعض، هيطلع الناتج بيساوي 513. كده احنا حصلنا على الشغل. بعد كده أنا عايز منك القدرة. القدرة بتتحسب ازاي؟ القدرة هي معدل تغير الشغل بالنسبة للزمن. القدرة، أيوة، عايزك تشتق معايا الشغل. 25 نون تربيع ناقص 4 نون لما نشتقها هتبقى 50 نون ناقص 4، عوض لي مكان النون ب3 هتطلع الإجابة 146 وات. يبقى القدرة كان سهل نجيبها عن طريق اشتقاق الشغل. مثال: يتحرك جسم كتلته الوحدة تحت تأثير قاف 6 نون في اتجاه سين و2 في اتجاه صاد بحيث كان متجه إزاحته فيه تساوي نون تكعيب في اتجاه سين ونون تربيع زائد نون في اتجاه صاد، حيث نون مقيسة بالثانية فيه بالمتر معيار قاف بالنيوتن. اوجد الشغل المبذول خلال الثانيتين الثالثة والرابعة، القدرة المتوسطة خلال الثانيتين التالتة والرابعة. طبعا هنا مدينا الجسم بيتحرك بقوة، وانا عايز من حضرتك في المسألة ازاي نجيب الشغل. طبعا الشغل لان القوة متغيرة يبقى الشغل بيساوي تكامل قاف بالنسبة لفيه، تكامل قاف بالنسبة لفيه، او الشغل بيساوي تكامل القدرة. طب أنا بالنسبة لي دلوقتي المتاح مين؟ القوة مضروبة في معدل د ف، ولا متاح بالنسبة لي حاصل ضرب قاف في عين؟ هنقول له أنا بالنسبة لي عايز أكامل في الثانية الثالثة والرابعة، أوعى تنسى
الثانية الثالثة بتبدأ من 2 ل 3، الثانية الرابعة بتبدأ من 3 ل 4، يبقى حدود التكامل بتاعتي من 2 ل 4. حاصل ضرب قاف في عين، القوة موجودة هي 6 نون فاصلة 2 ضرب قياسي عين. طب ده أنا عندي فيه ما عنديش عين، يبقى هناخد دي ونشتقها مع بعض. مشتقة النون تكعيب هتبقى 3 نون تربيع، مشتقة النون تربيع زائد نون يبقى 2 نون زائد 1. يلا نضربهم في بعض ونكامل ونعوض بحدود التكامل بتاعتنا من أول 2 لغاية 4. 6 نون في 3 نون تربيع تبقى 18 نون تكعيب زائد 4 نون زائد 2، كل ده د نون. طبعا سهل تكامل المقدار بكل بساطة، هيبقى حدود التكامل من 2 ل 4، 9 على 2 نون أس 4 زائد 2 نون تربيع زائد 2 نون. هنعوض مرة ب4 ومرة ب2، هيطلع الشغل بيساوي 1108 جول. كده احنا حصلنا على الشغل في الفترة الزمنية بتاعتنا من 2 ل 4. عايزين القدرة المتوسطة، هنقسم الشغل اللي طلعناه 1108 على الفترة الزمنية ده خلال ثانيتين بس، يبقى هنقسم على 2، هيطلع الناتج بيساوي، هنقسم 11 على 2 فيها الخمسة، 10 على 2 فيها الخمسة، 8 على 2 فيها الأربعة وات، يبقى الناتج هو 554 وات. تعالوا نشوف مع بعض المثال. اوجد الزمن الذي تستغرقه سيارة كتلتها 1470 كيلوغرام لتصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة من سكون إذا كانت قدرة محرك السيارة ثابتة وتساوي 25 حصان. هنا في المسألة بيقول لي عايز الزمن اللي هنستغرقه للحصول على السرعة المطلوبة وهي 90 كيلومتر في الساعة من سكون. طبعا كلنا يعرف إن التغير في طاقة الحركة بيساوي الشغل المبذول، يبقى نقدر نقول لنفسنا إن طه ناقص طه زيرو بتساوي الشغل. طب الشغل بيساوي إيه؟ الشغل بيساوي القدرة في الزمن. يبقى نقدر نقول لنفسنا التغير في طاقة الحركة، الجسم في الحالة الأولى اتحرك من سكون يبقى طه صفر بصفر، يبقى نص في الكتلة 1470 في السرعة اللي وصل لها 90 مضروبة في 5 على 18 الكل تربيع، طبعا طه صفر بصفر، بيساوي القدرة وهو مديها لي أصلا ب 25 حصان، هنضرب ال 25 في 735 نون، ده الزمن اللي أنا معرفوش. من خلال العلاقة اللي قدامي أقدر أجيب نون بتساوي كام؟ هتطلع بتساوي 25 ثانية. مثال لو أنا فهمته كويس هيبقى سهل عليا جدا، لو مش فاهم العلاقة اللي بتربط بين التغير في طاقة الحركة والشغل المبذول هيبقى عندي مشكلة. وخد بالك إن الحالة دي الحالة اللي بتخص إن القدرة ثابتة، واحنا قلنا في الملاحظات في أول الدرس لما تكون القدرة ثابتة يبقى نقدر نقول إن الشغل بيساوي القدرة في الزمن. وأهم حاجة عندي تاخد بالك من الوحدات، إحنا شغالين هنا بالنيوتن يبقى لازم هنا بالنيوتن، عشان كده ضربت فيه 735 حصلنا على الزمن طلع 25 ثانية. تعالوا نشوف المثال ده مع بعض. بيقول إذا كانت قدرة آلة عند أي لحظة زمنية نون ثانية تساوي 4 نون ناقص 1 على 25 نون تربيع وات. أوجد أقصى قدرة للآلة، أوجد الشغل المبذول بالآلة خلال الفترة الزمنية من 0 ل 15، الشغل المبذول خلال الثانية العاشرة. نبدأ مع بعض واحدة واحدة. هو بيقول لي أنا عايز القدرة تكون أقصى قدرة ممكنة. طبعا السؤال ده ممكن نجاوبه بطريقتين، ممكن نجاوبه جبر عن طريق رأس المنحنى للدالة التربيعية، لأن ده بيمثل دايما القيمة العظمى أو القيمة الصغرى اللي هو سالب ب على 2 ألف، أو نستفيد من التفاضل والتكامل. أقصى قيمة هي قيمة عظمى يعني عندها المشتقة بصفر، يبقى احنا عايزين نجيب المشتقة، هتبقى 4 ناقص 2 على 25 نون تساوي صفر. هنعمل طرفين في وسطين يبقى 2 نون بتساوي 100 يعني نون ب 50. هو عايز أقصى قدرة
يبقى أقدر أقول لنفسي دلوقتي إن أقصى قدرة هتساوي 4 في 50 ناقص 1 على 25 في 50 لكل تربيع، ده ب 200. 50 تربيع على 25 هتطلع بتساوي 100، يبقى الإجابة بتساوي 100 واط. يبقى أقصى قدرة ممكنة هي 100 واط. الطلب التاني هو عايز الشغل المبذول، فهقول له لأن القدرة متغيرة يبقى حدود التكامل من 0 لـ 15، القدرة هي 4 نون ناقص 1 على 25 نون تربيع. طبعا سهل جدا نمسك الآلة ونطبق حدود التكامل هنا، أو نكامل عادي بإيدينا ونحصل على قيمة ثابت التكامل. يبقى التكامل بتاعي هيبقى من 0 لـ 15، 2 نون تربيع ناقص 1 على 75 نون تكعيب. يلا نعوض عشان نجيب القيمة بتاعتنا، هيطلع بيساوي 405 جول. لسه في طلب أخير عايز الشغل المبذول خلال الثانية العاشرة. طبعا احنا جبنا خلال الفترة من 0 لـ 15، هو عايز خلال الثانية العاشرة، يبقى من 9 على 10 4 نون ناقص 1 على 25 نون تربيع. بنفس الأسلوب هنكامل ونعوض مرة ب10 ومرة ب9، هيطلع تقريبا 34 جول. كده احنا جبنا الشغل مرتين في خلال الفترة الزمنية من 0 لـ 15 وخلال الثانية العاشرة. مثال: يتحرك جسم كتلته 2 كيلو جرام تحت تأثير القوة قاف، بحيث كان متجه سرعته يعطى بالعلاقة عين تساوي جا نون في اتجاه سين زائد جتا 2 نون في اتجاه صاد، حيث نون مقيسة بالثانية ومعيار عين بالمتر على ثانية ومعيار قاف يساوي نيوتن. اثبت أن معدل التغير في طاقة الحركة يساوي القدرة الناتجة عن القوة قاف. طبعا أنا طالب منك هنا طلبين، الطلب الأول تجيب لي معدل تغير طاقة الحركة، وكمان تجيب لي القدرة وتثبت إن الطرفين متساويين. نبدأ في الطرف الأيمن، عايزين نجيب طاقة الحركة الأول، دي كانت بتساوي نص كاف في عين ضرب قياس عين. نص في 2 هيروحوا مع بعض خلاص، هنضرب عين في عين، يبقى جا نون في جا نون يبقى جا أس 2 نون زائد جتا أس 2 2 نون. كده احنا حصلنا على طاقة الحركة، يلا بينا نشتقها. هتبقى د ط على د ن تساوي 2 ج ن في ج ن زائد 2 ج 2 ن في سالب 2 ج 2 ن. يبقى المقدار بالنسبة لي هو، طبعا أنا لو ركزت شوية هكتشف إن ده قانون ضعف الزاوية للزاوية ن، فهنكتبها 2 ج ونضاعف الزاوية 2 ن. ده قانون ضعف الزاوية للجا برضه، بس الزاوية المرة دي 2 نون، لما نضاعفها تبقى سالب 2 جا 4 نون. كده أنا جبت معدل تغير طاقة الحركة. لسه في شق تاني من السؤال، وهو إنه إزاي هيجيب القدرة الناتجة عن القوة. طبعا عشان أجيب القدرة محتاج أجيب القوة الأول. القوة هنجيبها عن طريق إن هي كاف في جيم. طب أنا محتاج منك جيم، يبقى هنشتق السرعة. لما نشتق الجا نون هيدينا جتا نون، لما نشتق الجتا 2 نون تبقى سالب 2 جا 2 نون. هنضربها في قيمة كاف في جيم، يبقى 2 جتا نون وسالب 4 جا 2 نون. كده أنا جبت لحضرتك كاف في جيم اللي هي بتمثل قاف. طب أنا لو ضربتها في عين هيدينا السرعة. تعال نضرب قاف في عين، العين قدامك اهي وكمان القاف قدامك اهي، يبقى هنضرب 2 في ج ن ج ت ن ناقص 4 مضروبة في ج 2 ن ج ت 2 ن. طبعا ده ضعف الزاوية، يبقى 2 ج 2 ن، الاتنين اتشالت خلاص، ناقص 2 ج 4 ن، الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، إذن الطرفان متساويان. بكده يبقى قدرنا نثبت أن معدل تغير طاقة الحركة يساوي القدرة الناتجة عن القوة قاف، ويبقى انتهينا تماما من درس القدرة بكل أفكاره. إلى اللقاء في دروس قادمة.